السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم من منطقة زنجزدام في مدينة ستوكهولم. إن شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم. راح نعمل جولة في المنطقة ونكتب لكم اسم المنطقة زنجزدام في مدينة ستوكهولم. نرحب بالضيوف، إذا حدا حاب يكون معنا ضيف. إحنا في ستوكهولم في منطقة زنجزدام، منطقة مرتفعة، منطقة جميلة جدا، اطلالات على البحيرة. بعد شوي رح نتمشى هيك ونفرجيكم هذا المكان الرائع والجميل جدا. طبعا بالصيف غير شكل. اليوم درجة الحرارة 5، سبحان الله العظيم، يعني يومين مطر يومين ثلج، وهكذا معظم فصل الشتاء في السويد، يعني خصوصا بشهر 1 شهر 2. فاليوم الجو جميل، اليوم درجة الحرارة 5. يا ريت اللي بده يعني يكون معي ضيف، ما بدي هاي تبعت المنافسات إلى آخره. إذا حدا حاب يكون معنا ضيف نرحب. راح نفرجيكم هذا المكان الجميل. طبعا احنا في فوق جبل وهلا بتشوفوا الإطلالات. احنا عملنا أكثر من بث من هذا المكان، فرج على الطيور، بتهاوشوا الطيور، صبحوا يتهاوشوا، اختلفوا. شو في؟ شو صاير؟ طيب طولوا بالكم. طبعا اخوان الكرام، يعني نحذر الان، الارض زلجة، شو بسموها، بتخلي الواحد يزحلق كتير، فدير بالكم. بعض المناطق ممكن ما فيها التراب والحصى، فممكن الواحد يتزحلق، فدير بالكم، ودير بالكم من اسطح البنايات لأنه يتساقط ويذوب الثلج وبسقط على راس الواحد. يا ريت تخبرونا على الصوت والصورة، وإذا حدا حاب يكون معنا في البث المباشر أهلا وسهلا بكم. والله أنا محتار بأي موضوع أبدأ، يعني دائما يخطر على بالي موضوع أطفالنا في السويد، القضية اللي شاغلة أكثر بال العرب الموجودين في السويد، وموضوع الكآبة. دائما كل ما أدخل على صفحة من صفحات العرب ومجموعة من مجموعات العرب في السويد أقرأ أنا شاب منذ 10 سنوات وأنا في السويد. طبعا هاي الشاب نفسه أو الشباب أو النساء، وأشعر في كآبة في هذه البلد، مع إني أعمل وراتبي جيد لكنني أفكر في ترك السويد. كثير هاي العبارات تتكرر، والمتابعين واللي بيعلقوا أكثرهم يؤكدوا على كلامه، لكن يقدموا له نصائح إنه مدام عندك فرصة عمل جيدة فممكن من الصعب أن تجد فرصة عمل جيدة في دولة عربية، فالأفضل إنك تفكر في مشروع استثماري. فهاي من الأمور، من أكثر الأمور اللي بتشوفوها في صفحات العرب في السويد، قضية الأطفال وقضية العزلة الاجتماعية والكآبة. فالجاليات العربية للأسف ما في التعاون وما في الترابط، يعني إحنا نعاني من عزلتين، عزلة مع الشعب السويدي وعزلة بين الجاليات العربية نفسهم، فهاي عاملة مشكلة. والناس بطلت تثق ببعض، يعني في ناس صارت تبتعد، هي بتقول لك ما بدي علاقات، أنا انضحك علي وأنا انقرصت وأنا إلى آخره. فصار الواحد في حيرة من أمره، فصار الواحد في حيرة. يا ريت تكتبونا بالتعليقات أنت إلى أي مرحلة وصلت من المراحل في حياتك في السويد، هل أنت سعيد أو غير سعيد، وما أسباب ذلك، وكيف نتكيف في الشكل المناسب ونحافظ على أطفالنا وأسرتنا في هذا البلد. وننتظر إذا حدا حاب يشارك معنا باللايف. صباح الخير. درجة الحرارة 5 من مدينة ستوكهولم، منطقة زنجزدام، منطقة من المناطق المرتفعة وفيها إطلالة جميلة جدا على مدينة ستوكهولم.
وهلا بنروح على الجبل. طبعا احنا اخوان الكرام عندنا موقع يوتيوب، قناة يوتيوب نشرنا فيها اكثر من 1000 فيديو، احنا بنحب نكرر للاشخاص الجداد. فهاي المناطق غطيناها صيفا شتاء ربيعا خريفا. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا. يا ريت اذا في حدا من العايشين بالسويد او عايشين خارج السويد حاب يشارك معنا، بس يعني يكون في موضوع قيم عشان نفيد الناس الآخرين. وبتواصلوا معي بعض العرب اللي تركوا السويد وسافروا إلى دول أخرى. يعني امبارح كنت أنا في حوار مع صديق من الأصدقاء اللي عاش بالسويد وانتقل إلى دولة أوروبية أخرى، وقال أنا لا أحبذ السفر إلى الدول العربية، كل واحد حسب تجربته، ولكن فضل الخروج من السويد بعد الجنسية خوفا على الأطفال، وأيضا اللغة الإنجليزية هي عامل أساسي. لو فكر الواحد ينتقل بعد عدة سنوات بكونوا أطفاله تمكنوا من اللغة الإنجليزية، فاللغة الإنجليزية استثمار. يعني أنت هلا لو رجعت على بلدك سوريا الأردن، اللغة السويدية هي مفيدة كأي لغة أخرى، لكن الفائدة ليست مثل اللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية لغة عالمية. فاللغة الإنجليزية لوحدها ممكن تخليك تشتغل مترجم في شركة، موظف، بائع، سيلزمان. فاللغة الإنجليزية يعني هي لوحدها استثمار. اللغة السويدية قليلة استخدام في عالمنا العربي، فالواحد لازم يفكر برضو إنه هو البلد اللي بدي يجي عليها كم سنة بدي يعيش فيها، وعنده أطفال. يعني هل أنا بدي أعيش طول حياتي في هاي البلد، ولا هي بس مجرد أني أخذ جنسية فيها وانطلق إلى بلد تتحدث اللغة الإنجليزية، بحيث لو فكرت بعد كم من سنة أرجع على وطني أو أسافر على دول من دول الخليج يكون أولادي تمكنوا من اللغة الإنجليزية. لا مو ندمان صديقي، مو ندمان، لو ندمان برجع سهلة، شغلة سهلة يرجع عايش في أوروبا يعني، بس دولة بتتكلم باللغة الإنجليزية. يعني أنا بحبش أدخل بالتفاصيل كتير، لأنه بعض الناس بيعتبروا أنه يعني حياتهم الخاصة، بس احنا بنحاول نحكي لكم من باب الفائدة، أنه في ناس تفكر في أطفالها. نعم، وفي ناس فضلت أنه ترجع إلى الدول العربية لأنه شافوا ما في اختلاف كبير بين أوروبا وبين الدول، يعني الدول الأوروبية بين بعض اختلاف بسيط. ففي ناس تقول لك لا يا عمي أنا بروح على مصر، بروح على سوريا إلى آخره. في حدا حاب يكون معنا بالبث؟ صديقك بلندن ولكنها مو سهلة. لا مو لندن، مو لندن، في دول نوعا ما. يعني هو يعني الشاب اللي تواصل معي في إيرلندا، إيرلندا بلد هادي، بلد ما في مشاكل عنصرية. يعني فيش بلد في العالم إلا يمكن تلاقي فيه نسبة من العنصرية حتى أوطاننا العربية. أنا هلأ محتار كيف بدي أطلع، جاي هون بدي أطلع على الجبل، لكن الطريق كلها شكلها زحليق. فعندك الدولة الأخرى اللي تتكلم إنجليزي اللي هي إيرلندا، الإيرش. طبعا هم عندهم لغة خاصة، عندهم لغة خاصة، لكن هي بس بيستخدموها بالمدارس والتعليم، لكنها هي بلد حتى العرب اللي فيها كما أخبرني صديقي يختلفون عن العرب في أغلب دول أوروبا. يعني هاديين أكثر، يعني نسبيا ملتزمين بشغلهم بحياتهم، ما في مشاكل الجاليات وقصص اللجوء. الحكومة تبعتهم ما بتتكلم يوميا عن قضايا الهجرة واللجوء والحجاب والقصص هاي اللي موجع راسنا يوميا. وكأنه إيرلندا جيدة، شوف يا رب ادعونا نقدر نطلع الطلعة لأنه المنظر من فوق جميل. انت إلك زمان هون ما فكرت تروح على دول عربية؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ تمام والله الحمد لله، بس يا ريت تعلي لي صوتك، الصوت واطي عندك، ما بعرف إذا سامعين الشباب يا ريت تخبرونا. اوكي. هيو ها هيك تمام، والله تمام، تفضل. تمام الحمد لله، كيف حالك؟ وين تحكي عربي؟ في السويد؟ انا في السويد. انت
انا في السويد، انت وين؟ أنا في فيينا، نمسا. فيينا. اوكي، فيري جود. انت من وين؟ تحكي عربي ولا ما تحكي عربي؟ شوي شوي. بحكي عربي، أنا من السودان. السودان بلدي الحبيب، حبيبي. انا الله بحب يسعدك. وين السودانيين، جماعة طيبين. أنت من وين؟ سوريا؟ والله انا فلسطيني اردني. أو فلسطين أردني. ميكس كوكتيل. انا خالي في النمسا، ماي انكل ان اوستريا، ان فيينا، مور ذان اوكي 55 ييرز. ايوه. لا لا تمام يس. تمام هاو از لايف دير؟ كيف الحياة عندك؟ والله الحمد لله، لكن لسه لسه جميل. ما بسمت. انا جديد 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 جديد. لا، بلد جديد جميل هو، بس ما بعرف بالنسبة لموضوع اللجوء والوضع في النمسا، لكن هي بلد جميل، بلد، بس موضوع اللغة ألماني هاي اللغة شوي الماني، ممكن. اللغة الماني صعبة صعبة شوية، مو سهلة يعني، بدها دراسة، بدها، بس كبلد بدها جميل دراسة. وصغير يعني، وقريب جنبك ايوه إيطاليا، ايوه جنبك هنغاريا، جنبك تشيك، سلوفاكيا، ايوه جنب فأنت سويسرا. أيوة عندك سويسرا كل الدول يعني، أنت بوسط ألمانيا. أوروبا. ايوه ايوه حلو. ايوه السويد لو كيف الصين هذا البرنامج بيجو؟ شو هو؟ السويد كيف اللجو؟ والله اللجوء حاليا صار صعب، تغير الوضع عن زمان. زمان كان كتير كويس السويد، بال2013 2012 2014. حاليا صاروا يصعبوا القرارات والموافقات، فالوضع صار مختلف ربنا يعني. يسهل الأمور إن شاء الله والله كده. ان شاء الله حبيبي القلب. إن شاء الله كم يوم صار تسلم لك في تسلم. النمسا؟ حوالي 17 يوم. 17 يوم يعني. قدمت ولا لسه؟ لسه ما قدمت والله، لسه داير أشوف لي دولة كده أقدم فيه. والله اسأل، ادخل على جروبات اخوانك السودانيين، اكيد بدلوك على الدولة. يعني بشوف اخواننا السودانيين متعاونين، ايوه صح. فقبل بس في يعني بعض الناس، في بعض الناس يختار لي فرنسا فرنسا. والله بريطانيا انا تبع فرنسا، الشساء. انا من فرنسا ما بعرف، ما لكن حبيتها كثير يعني، ما بعرف يعني، يمكن اختار لا اي صح. دولة اوروبية، ما بعرف. فرنسا هيك داخليا الواحد انطباعات، ما ممكن اروح اي بلد ثاني، كل واحد حسب. ممكن زول يروح لبريطانيا او ايرلندا، لا لكن بريطانيا هلا القوانين طلعوا قرارات جديدة صعبة، صعب. الا اذا بتدخلها بطريقة مش زوارق ومش بحر. انت سمعت باخر قرارات بين فرنسا وبين بريطانيا صح وقاعدين. صح صح ايوه فالموضوع صعب. قبلي موضوع صعب والله. ممكن لوكسمبورغ، شوف لوكسمبورغ، شوف بلجيكا، ما بعرف المتابعين. اوكي لوكسمبورغ اوكي بلد راقي جدا، وبلد صغير، ورواتب عالية جدا، وبلد جميل جدا. وفي عندك بعض صح. الدويلات الصغيرة يعني، اللي الناس اللي بتتناساها، بس ما بعرف كلجوء يعني، كلجوء بدك يكون عندك معرفة تامة، أو تروح تزورها، بس إذا اوكي عندك اوكي أصدقاء، عندك حدا يستقبلك. يا ريت اوكي اوكي المتابعين يكتبوا لنا. تمام في تمام ناس كاتبين خليه يروح سويسرا، ما بعرف صح كيف صح الوضع بالنسبة لسويسرا، بالنسبة للإقامات. هولندا كيف بس؟ والله أنا بتابع ناس بهولندا مبسوطين، بس اللجوء أنت بدك تبدأ حياة جديدة، فالموضوع اللجوء قاعد بتغير بأوروبا جذريا، فإحنا ما بنقدر أعطيك معلومات بناء على معلومات سابقة. أنا بعرف صح كثير صح عرب وأصدقاء وعايشين اللي في هولندا واللي في إيطاليا، وفي ناس بعرفهم تركوا السويد وراحوا على إيطاليا. يعني كان صح صديقي لي زمان كان عايش هون وجاء رفض، راح نزل على إيطاليا وأخذ إقامة وأموره تمام. فترجع للشخص، مين عنده أقارب، مين عنده أصدقاء، مين عنده معارف، البلد حبيتها ما حبيتها يعني. ممكن البلد ما حتى لو كانت فيها كل الفرص وما حبيت تعيش فيها، يعني زي كأنك أنت بتجر نفسك إلى الهاوية. فبرضه كمان لازم الواحد يكون مقتنع صح. بالبلد، بجوها، بلغتها، بناسها نوعا ما يعني، 60 70%. لازم يعني ما لازم مزبوط ضروري ضروري. تروح على بلد. والله هسه تروح على سويسرا، سويسرا بلد جميل، بس اوكي تعيش اوكي هيك منعزل ولغة صعبة وما عندك حدا، راح تقول حتى كل جمالها ما راح يفيدني. انا رحت على النرويج وعشت بالنرويج سنتين، تمام، انرفضت، اخذت رفض واحد. فانا وزوجتي اتفقنا انه هاي البلد مناسبة للسياحة، بس كلجوء صعبة معقدة. النرويج اللي هي صح كلها الفخامة وكلها الجمال،
حلو، معقدة جدا للجوء كانت في زمني. صح. تسلم كثير. لا حبيبي حبيبي، الله يكرمك، الله يسعدك، سلم إن شاء الله بالتوفيق تسلم كثير. حبيبي. 10 سنين يستنى الإقامة. طيب شو رأيكم بهالمناظر؟ في حدا حاب يطلع معنا لايف جيست يتواصل معنا؟ خلينا نفرجيكم المكان هذا. احنا هلا تقول على كوكب المريخ، هذا المكان من الاماكن المفضله لدى السواح، يعني السواح بيجوا جروبات طلعوا فهذا المكان، بس الله يعينهم هلا كله زحليق، يعني ختيار ممكن اذا وقع تروح عليه، يروح عليه التقاعد. هسه بقول لك التقاعد صار اموال التقاعد اللي بامريكا الله اعلم شو صار فيها، ما بعرف اذا قريتوا الخبر الاخير تبعت شركة هاي الاليكيتا الاكاتا مش عارف شو اسمها، بقولوا اموال التقاعد اللي في امريكا بيجي 3 مليار واكثر، شو بده يصير فيهم الله اعلم. يعني المتقاعدين يعني في ناس ممكن ماخذ فكرة انه هو بيقول لك بس اتقاعد راح فكر انه راح ياخذ مبلغ كبير. والله يا اخوان الكرام كنا زمان نعتقد انه الواحد فترة التقاعد يعني راح ياخذ مبلغ من المال يكفي للحياة وزيادة. أنا أستغرب أشوف بعض الأشخاص في السويد، ليش مصارينا في أمريكا؟ في أمريكا الشركة حاطة المصاري في أمريكا بالتاجر كله تجارة، أنا عارف كل الأموال داخل ببعض. فتلاقي لك شخص يا إخوان الكرام يعني إذا مشتغل لك أبو 10 سنين 15 سنة لا تستغرب إذا يعني نوعا ما جاك راتب التقاعد 8 9 آلاف أو 10 آلاف كرون، يعني يا دوب يكفي لأجار البيت. أنا ناس مشتغلة 40 سنة يا دوب يطلع لها 17 18 ألف كرون، ومع ازدياد الحياة وتكاليف الحياة بتعرف السويديين صاروا يروحوا على تايلاندا وإسبانيا وبعض الدول. أنا أعرف ناس متقاعدة راتبها 8 آلاف، 8 آلاف تخيل انت رجل لحالك عايش تاخذ 8 آلاف في السويد، شو راح يكفوك؟ اذا انت مستاجر بيت تطلع راس براس. فالله يعين المتقاعدين، يعني هلا صار المتقاعدين وضعهم هلا زادوهم شوي، بس ما اعرفش بعد القصة هاي اللي صارت تبعت امريكا شو يصير بموضوع الاموال التقاعد. الخبر موجود مع قصة بايدن وما بايدن، وحتى الكومبس ادخلوا على الكومبس كمان ناشر الخبر عن الموضوع هذا. على كل حال في حدا حاب يطلع معنا في هذه الإطلالة الرائعة من ستوكهولم من منطقة زينجزدام؟ 13 ألف، لا والله هاي صافي، بتوقعش والله صافي 13 ألف، يعني ما بعرف. انا قعدت مع اشخاص بيقولوا لي بناخذ 8 آلاف 9 آلاف، ما بعرف يمكن المرأة عشان عندها اولاد، اما رجل لحاله شخص لحاله بدون اولاد بدون اشي 8 9 10 10 آلاف. يا ريت إذا حدا معنا من المتقاعدين يكتبوا لنا، بدناش يكتبوا لنا كم رواتبهم أحسن لا يفهمونا غلط، احنا مش احنا بس عشان يفهم الشخص إنه كثير من السويديين في عمر التقاعد بيتركوا السويد بروحوا على دول، اللي بروح بعيش بأندونيسيا لماليزيا. فالراتب ما بكفيك في السويد إلا يكون في واحد من الزوج مختير والزوجة شباب، واحد يشتغل ويساعد او العكس، هو الاغلب بكون الرجال المختير بكون خالص كازو السوسيال حشرد كل العرب. كلها سيستم ونظام وقوانين وقصص. في حد حاب يكون معنا باللايف؟ احنا في منطقة زينجزدام، خلينا نروح على الجهة المقابلة عند البنوتة هاي اللي هناك المنظر حلو كتير، شوف هالمنظر والإطلالة بتجنن. اللي على السوسيال أكثر من راتب اللي بيشتغل طول عمره، والله هاي مشكلة.
بتشجع الناس تصير على السوسيال. احترنا يعني، هاي زي اللي بكافئ الطفل الكسول، كافئ الطفل الكسول بيظله كسول، بقول لك لا يجوز المعاملة بالعدل مع جميع الأطفال في حالة إنه الطفل قصر. يعني أنت عملت مسابقة، اللي بفوز تعطيه جائزة، بس تعطي الجميع ما بصير. أيوه، خلينا نشوف مين معنا. حبيب القلب، شكلنا من ألمانيا هلأ، راح ننتقل إلى برلين. السلام عليكم. يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف هو ما حالك؟ تقول لي اكو سويدي بقى بالسويد، كلهم شردوا صح؟ كلهم في اندونيسيا وماليزيا وتايلاندا واسبانيا. وثاني شيء، السويد صار لها انا شايف تقريبا حنصير احنا 10 هون. سنوات، السويد صار لها نعم 15 سنه ده ياخذ لاجئين، ولحد الان 10 مليون بعدهم. والله، بقول صرنا 13 بس بعرفش هو فعليا. ماكو انا صار لي من 15 سنة احصائيات، وانا اسمع 10 مليون، احصائيات مش البارحه 10 عارف. مليون و500 صايرين بعده. اوه ممتاز، 500 والله كويس، في تعديل. 15 سنة اجى 500 ألف كدولة، مليون ونص، راح مليون ونص على مدى هاي القوانين مال الاطفال، ما اطفال هذول هم راح يطلعون، انا راح متاكد من يشردوا. هذا، راح يشردون، راح لا يبقى حول تسعه. ولا قوة. يعني تسعة انا يمكن اول هذول الناس، اللي، نعم انا اول الناس من الجنس السويدي، وصار لي 15 سنه عندي الجنسيه السويديه، هسه انا ما عايش شاء الله، بالمانيا. سبحان الله. يعني هاي خسارة على البلد نفسها، لما يجوا يفكروا فيها ويحسبوها. انت عندك شخص تمكن من اللغة، عرف الثقافة، عرف الشوارع، عرف البلد، عرف صح، التجارة، تيجي تخسره هيك بيوم وليلة، تيجي تستنى حتى يجي شخص غيره وغيره. هم ما بحسبوها زي هيك، هم بحسبوها يعني بطريقة تانية. يعني انت عارف، بس ما اعرف، البارحه سمعت فد شيء على اساس، ما اعرف صحيح ولا لا، على اساس ده ينطون 40 ألف اللي يطلع من السويد، هاي الخبر صحيحه؟ والله هو الأخبار بتقول 270 ألف كرون. هو كتبوا أول مرة إنه بده يعطوا 40 ألف دولار، اي بس شكلهم تراجعوا وغيروا، عارف، وممكن هلأ بده يعملوها جس نبض، بدهم يشوفوا إذا في حدا بتقدم لموضوع ال 270 ألف، ولا يمكن هي عمارة عن تيست، يشوفوا إذا في إقبال كبير بضلهم على ال 270، إذا ما نقصوهم. والله إذا ده شافوا ما في 270 إقبال، زين، هذا مشمول اللي عنده الجنسية لو بش والله هيك مشمول بحكوا، اللي عنده إقايم؟ والله حسب الكتابات هيك بحكوا، بس في ناس بيقولوا لك لا مش هيك. هو اللي كاتبين، واذا بتقرا تدخل على المقالات كاتبين، اللي معه جنسيه ومعه اقامه كاتبين هيك، بس يابا انه يصدر اشي رسمي رسمي. انا والله بالنسبه لي ما شفت اشي رسمي 100%، بس في ناس بيقولوا لا والله صدر وكذا وروحوا على دائره الهجره فبتعرف الاشاعات. احنا جماعتنا ما شاء الله صح، معنا دكتوراه في الاشاعات، فالافضل يتاكد الانسان، يا مثلا راسل يا دائرة هجرة، يا راسل وزارة خارجية، يا روح على السفارة انت في ألمانيا، او بعت لهم رسالة قول لهم يا عمي انا سويدي وبدي اتبرأ، قصدي بدي أمين دولارات. عم ده يطول 270، انا من باكر اروح اسلم الجنسيه لهم حتى الاوراق وياه. خلاص شكلك بدك ترجع للعراق، اشتقت لبغداد. يا اخي العراق والله العظيم، يعني هسه المانيا برايي احسن من السويد ب 100 مره. نعم، زين، طب شو يعني من المميزات؟ ناحيه، هسا الناس تسأل بتقول لك طب شو المميزات، يعني ليش أحسن؟ هات يعني خلينا نطرح من كل سؤال. النواحي، من كل النواحي، اول شيء تطلع برا الناس تشوف ما شاء الله الناس حركة، حركة قوية، وثاني شيء تروح مثلا أي مطاعم يعجبك، أي أكلات موجودة قدامك، ما شاء زين الله إخواننا يعني الأتراك مش كرلك. مخلين مطاعم الدنيا بكل مكان. مو بس الأتراك، يعني الأتراك والعراقيين والسوريين ما شاء الله. يعني كلها، كم يعني الجاليات العربية تقريبا الموجودة في ألمانيا؟ ما يعني عمي هسه يعني تطلع برا ما تشوف واحد ألماني، والله زي يعني بريطانيا هسه أنا، بعد، هذا بتروح يعني على أنا لندن ساكن، بتدور يعني تدريب أنا على هسه بريطانيا. ساكن، انا حاليا ساكن بكولن، يعني من اطلع ما اشوف، يعني الماني نادر اشوف، اتراك اشوف، العرب اشوف، السوريين اشوف. هاي في واحد كاتب لك العائلات ينصرف عليهم أكثر من 270 ألف في السنة، ما بعرف هاي كاتب انه قصده يعني المصاريف.
المصاريف يعني مال السوسيال لو مال شنو ما بتعمل يا قصدك؟ ريت اخواني اللي بيعرف اشي عن موضوع قرار اللي بتنازل عن جنسيته، بتنازل عن مرته، قصدي مش مرته، اسف. والله سمعت هيك قالوا هواي ناس شو بالتيك توك قاموا يحكون هاي السالفة. ايوه، هو في مقالات كثيره على مختلف المواقع العربيه، تعرف احنا في منهم كوبي بيست كمان، او بدي اغير له كلمتين عشان ما يبينش انه مقلد، بس انه 40 معلومات من المصدر الاساسي. ما شفت حدا كتب والمصدر كذا، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، دائرة الهجرة، الحزب الفلاني، ما بعرف. إذا حدا بيعرف يكتب لنا. هاي كتبوا لك 40,000 دولار عادي عادي، بس. بس اريد اعرف هم 10 مليون بس، نعم زين هذا يعني شيء يطلعون بعد الناس يعني يريدون يبقى بس 2 مليون ثلاثة، ما والله، بتعمل يعني بيخلوا بس حرس الحدود يحوطوا والله البلد، يحوطوا والله البلد. العظيم. هو احنا محركين البلد، اه والله احنا والله لجربنا محركين البلد. والله، رحت انا عشت بقرية قسما بالله ما بتشوف الا ختيار طالع على الحمام وداخل من الحمام، يا دوب الاولاد بتشوفهم بالمدرسة، بعدين بيختفوا بعد صح الدوام. قعدت سنة وشهرين، قالت لي مرتي شو هاد. وبعدين بالشتوية بالقرى الله يعينهم، بالشتاء الساعة 2 3 ان طارت ولا مخلوق برا، اذا بتشوف واحد برا بتخاف انه شو بيسوي هذا برا بالشوارع. يعني يا أخي ناس، لازم يشجعوا، اصلا لازم يشجعوا يا أخي ويعطوا ناس الناس مصاري تحمل، عشان عايشين. يا أخي ناس تحمل البرد، تحمل كل شيء، بس والوحدة الله يطالعون والظلام هذا القانون والبعد. يسحبون الأطفال من عوائل، هذا الصعب فيش الله يتحملوه، يخليك، بس هاي صعب يتحملوها. فعلا حقيقة. يعني بكفي انه هم جايين من حرب، يعني واحد صح ممكن لو لا؟ فقد زوجته، فقد اخوه، يعني نفسيته هو جاي منكسر. يعني الإنسان لما يكون منكسر بده حدا يوقف معه، الدعم والمساندة. يعني أنت عارفني إنه أنا جاي، ومرت السويد في تجربة عام 1890 تقريبا لما سافر مليون سويدي على أمريكا. فأنتوا عندكم خبرة بالتاريخ، صحيح المجاعات والحروب والقصص، فأنت نعم، ما دام عارف إنه في زي أخواننا من سوريا وأخواننا من العراق واليمن، يعني هدول الناس فعلا يعني حقيقة تأذوا كثير. يعني صحيح هذا اللي بيجي من سوريا آخر فترة، يا حرام، وجابوا اللي اجوا من سوريا. في ناس طبعا، في ناس كذب، عارفين انه في ناس اجت من الخليج وشي، بس ما بنقدر نعمم. انتوا دورهم يحققوا ويتأكدوا الناس، يعني ما بتاخذ الناس اللي تضررت بعروة الناس اللي جاي من دولة أخرى، وتروح تعاملهم زي معاملة الجيش، تعاقب صحيح الجميع، يا صح أخي. ولا لا؟ آخر فترة، آخر فترة اجوا الناس هذول خطية، عندهم طبيعة نعم بعدهم شرقية، زين أتن نعم يصيحون على الأطفال، ويعني احنا ياما انضربنا بيد أبونا، الحمد لله ايش قد ما انضربنا صحيح هالقد تربينا، زين ولا لا؟ مظبوط، ما كنا نعترض، فالمفروض يعني كان في احترام. اي، فالمفروض نعم المفروض يعني من يشوفون هذا العوائل يعطيهم نعم تشانسين ثلاثة، بس صحيح مو راسا يا صحيح. اطفال بالمدرسه، اذا واخذوهم راحوا شنو صحيح هذا؟ ما فعلا، في اطفال مو واقيه أخطأ. فارليك، ميكي فارليك، يا يعني. انا كان عندي جيران، والله العظيم عندي كان جيران هاي قبل 10 سنوات، نعم زين قطيه بس بالباب صيح نعم على ابنه وبيده ايوه، فت مثل ما تقول فت عصا صغيره هيك بالمزح لا هيك اله الا الله. اضربه يعني. اكو وحده عجوزه سويديه قام يا يصوره سلام، بالفيديو، يا ورد علي، راح شطب. 5 أطفال سحبوه لا اله الا الله، والله العظيم، واسمه سحب. يمكن معروف هناك كم اسمه حاج طالب، والله العظيم 5 أطفال سحبوه من عنده. اوه لا المرة الأمية انجنت، زين صارت مجنونة بالشارع، زين وإله إلا الله على شغلة، من صار سبحان الله. عمر الطفل 17 سنة، والله سووا مقابلة، اجى الطفل مسوي له تتوة ومخلي له ترتيب خلاص، بوداناته، لا إله إلا زين الله، أعادوا يعني برمجته كاملا. يعني الاب قال انا بعد شو اسوي بهدوله، صحيح، زين شوف شو اسوي بعد؟ احنا هم عمرهم 2 3 يلا يلا قادرين عليهم، لما يصير صح 17 و18 بدك تقدر عليه، بقول لك انا حر. اذا هو عمره 2 الطفل بيتعلم من الروضه، بقول لك يا بستمه يا بسلوتر يا، فكيف لما يوصل عمره. والله اتذكر في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، احد الصحابه صلى الله عليه وسلم، على موضوع الخلافات وموضوع الخادم. فاجا ما بعرف صحابي للرسول، بيسال الرسول على معامله الخادم، اذا اخطا خادمي متى اعاقبه؟ قال له الرسول، قال له اول مره قال له لا، ثاني مره قال له لا، قال له ثالث مره قال له لا، قال له حتى 70.
حتى صحيح الخادم، فقال لك احنا اذا الخادم هيك الرسول كان يعامله، فما بالك معاملة الاطفال. فالانسان معرض للخطأ، يقول لك صحيح كثرة متابعة الاخطاء بتخلي الانسان مش عارف يتحرك بالحياة، مش عارف صحيح يتحرك. يعني هسه في ناس عن جد خايفين من اولادهم، يعني حتى مش عارف الكومبس ولا غيره كتب مقال انه الاطفال اصبحوا يعني يتحكموا في عائلاتهم. يا أخي، اي يعني في ناس كتبوا العائلات كلام هسه غير صحيح. خطية خطية، كلهم عايشين برعب. زين، ما يعرفون الأطفال يروحون على المدرسة يرجعون ما يرجعون، يعني نعم. كلها صارت يعني خوف إلى درجة. صباح النور يا لوس، صباح النور وصباح شو الخير. إشاعة إلا مثلها الله. الإشاعة اللي تقول اللي خلال 6 شهور يعطوه 12,000 في الأسفي يكمل الكورونا. وسمحت يقدر الواحد يقدم على الجنسية قبل بمدة 5 شهور؟ والله في ناس قدمت وفي ناس، يعني احنا ايامنا ما بعرف هسه القوانين. ايامي انا في صديق لي قدم قبلي بسنة، جرد بعد السنة، عراقي حتى كان معي بالشغل، قال بدي اضلني اقعد استنى، خلص خليني ازت الطلب وجاوبوه بعد سنة. يعني هو انه بترجع ل، تعرف هون هاي البلد مبنية على الهاند لاجري، الهاند لاجري اعطاك رفض رفض قدمت. بس هو الافضل انه الواحد لو قبل باسبوعين ثلاثة شهر ما بتلحق حتى توصل المعاملة ويبلش يفتح. هذا إذا فتح، إذا ما قعدت لها كمان سنة ولا سنتين. وفي ناس صاروا ينتظروا 3 سنين للحصول على الجنسية، وفي ناس هو صحيح مسموحين. الجنسية صارت 8 سنوات، لو بعدها 5. والله يا أخي كل هاي ما بعرف هي قرارات ولا إشاعات. والله أنا زي زيك سمعنا هذا الكلام، بس هل هي قرارات؟ ما بعرف، يا ريت. سمعت صاحبي خبرني ذاك اليوم، قال صارت 8 سنوات والله انا سمعت كمان بالقصة هاي، بس في والشغل مصادر أبيض ولازم يخلص البيئة هم. لازم البيئة. صار زي تقريبا زي الدنمارك، انه عمل مجتمعي. تقريبا نفس قوانين دنمارك صار عندهم. والله يا اخي الكريم هاي الاشياء بنسمع فيها وبكتبوا العرب والجماعات، بس يعني احنا هلا مش مهتمين كتير. ليش؟ لانه نوعا ما احنا حصلنا، بس الناس اللي الحمد لله احنا من زمان يعني، بس احنا مو متأكدين. انا بنصح اخواني، يعني امبارح بحكي مع صديقي، يعني عجبني طريقته في الحياة وأنا اتبعت جزء كبير منها مو كلها. قال أنا أي معلومة يا إخوان الكرام، عندي مشكلة مع الفرشة كلين كاسة، ما بظني أكتب في المواقع والله يا إخواني الأكاسة وما أكاسة، خلص ارسل رسالة للمسؤول تأخذ الجواب، لأنه حتى الجواب تحتفظ فيه لو صار معك أي مشكلة بأكاسة بسوسيال بسكاتا فيركت، عندك دليل. هاي البلد مبنية على الدليل، أوروبا كلياتها ما في دليل بقول لك طير. هلا لو انت معك $1000 وحاطهم بجيبتك، امد ايدي اعطونهم من جيبتك وحطهم بجيبتي، وما في دليل، والله يمكن صعب من الصعوبة. شو بدي ارجع لك؟ انت الحرامي بقول لك بدخل على بيتك وبسرقك. يعني حسب ما بنسمع احنا طول عمرنا بالبلد هاي، ما بعرف هاي هل هي اشاعه، بس سمعتها من ناس كمان كثير. وفي ناس انسرقت سياراتهم من باب بيوتهم وما طلع لهم شيء. انا بعرف يعني حتى ناس مقربين الي من باب بيته سياره احدث موديل شالوا له اياها كلياتها، وراح تامينات وما تامينات وقصص، والله ما طلع له شيء. ففي اشياء ما بتعرف كيف ماشيه الحياه فيها، فهمت كيف؟ فالافضل ان الواحد عنده تساؤل خلص راسل دائره الهجره. اما كتابتك ممكن للاستفسار للتوضيح من اخواننا العرب، بس مش معنى اذا غيرك مر بتجربه غلط تروح تقيسها على نفسك، لانه هنا المسؤول. يعني في ناس اجت من الدول العربية قدموا نفس القضية، في منهم أخذ لجوء سياسي ومنهم أخذ رفض وتسفير وناس أخذت حماية، صح ولا لا؟ ما سمعت؟ أكيد أنت سمعت صحيح، ناس إجت من العراق وايد من صح. سوريا من فلسطين، يا ما ناس أنا كانوا جيراني عراقية قدموا، واحد أخذ لجوء سياسي واحد أخذ تسفير، برغم أنهم جايين من نفس البلد ومن نفس المدينة وعندهم قصص متشابهة مع بعض. فمو شرط، يعني ما نقدر نعمم. طمني على كولون، كيف الوضع هناك وكيف ال، والله حلوة يعني، وبالنسبة ناحية الشغل وبالنسبة يعني كل شيء تقول يعني تقريبا أحسن من السويد 90,000 مرة. طب شو قصة العنصرية؟ كثير بيحكوا لك ألمانيا فيها عنصرية، ألمانيا يعني هل هي نسبية ولا شو الوضع؟ يعني إنه بيقولوا إنه ألمانيا العنصرية فيها أكثر، يعني هالدرجة ألمانيا ملحوظة ولا كيف؟ أي طبعا بها العنصرية، يعني شلون صار العنصرية؟ مثلا آخر فترة اللاجئين هواي جو هناك، زين
فصارت عنصرية قوية هسه حاليا. بس أنت تعرف البلد هسه حاليا، البلد من اللازمة الأتراك لازمة، زين يعني نعم. وين ما تروح تراك هسه حاليا. احنا أكثر شغلنا ويا الأتراك، ما لنا شغل أها بالمال. حلو. هاي نعم، يعني شو اسمه الأتراك عندهم وضعية في الدوائر، في المؤسسات، في البلد. دوائر والشركات ما وكل شاء شيء، كل الله. شيء هم مثل ما تقول يعني مسيطرين على البلد. بس يعني كشوارع، يعني زي هسه زي حالتي أنا قاعد بمشي بتمشى كذا، ما حدا بيجي فيك. لا لا ابدا يعني ما في ابدا. هالنظرات، يعني إنه في، يعني ممكن تحدث يعني مرة، بس إنه مش بشكل مستمر، والله بشكل ملحوظ. انا صار لي 3 سنوات بالمانيا، ما صادفت بصراحه، ما صادفت واحد عنصري قدامي يطلع، ما تمام. يعني صادفت هي ابدا. نسبية نسبية، يعني زي هسه بعض الناس بيقول لك مثلا عن بلد معين، ممكن هولندا، بصير يقول لك كلها دعارة، كلها مخدرات. وفي ناس صح عايشة، أنا بعرف ناس اجوا من السعودية وتركوا، وقال لك يا عمي أنا مبسوط مكيف في هولندا. فهي ترجع للشخص نفسه، شو حياته، شو روتين حياته. يا أختنا حبيبي، كتبت ملاحظة على موضوع الحرامي، بتقول إذا جاء حرامي قالوا لها الشرطة إذا اعتدى عليك أو صار في هجوم ممكن تعتدي عليه، لأن الفكرة إنه تركه يسرق على راحته. فإنه في مجال تدافع عن نفسك. وبعدين من يصير هاي الشغلة يقول ليش دافعت، ليش قتلت، ليش ضربته، وهاي الأفلام كلها نعرفها من عندهم. وبعدين لازم لما تضربه تعرف وين أي تضربه. افرض انه انت يا اخي الكريم شمطته بوكس على وجهه، اقرب اشي وجهه، صحيح بصير أي يقول لك كسرت اسنانه ولا بصر شو سويت فيه، يمكن يطلعوا لك قصه أي ثانيه اخرى مختلفه، الله اعلم والله شو. سكران، ولا كان سكران طبيعي راح يقول لها سكران ليش ضربته، زين لو لا يا معود خليه يسكت وخليه والله قوانين والله ما يا اخي تعرف. الكريم، بسمع كمان قصص على موضوع البيوت والاجارات. للاسف للاسف اخواننا العرب احنا ما بنلتزم مع بعض. يعني انا اسمع صحيح قصص من اصدقائي انه مثلا انت بتيجي على شاب عربي، والله اكثر من واحد حكى لي اياها وحاب احكي هاي الملاحظه لعل وعسى تصل، انه انت بتيجي بشوف لك شاب عربي يقول لك والله يا اخي انا مقطوع وبدي بيت وبصر ايش، وانت بدك تسكنه، لانه يعني انت رايح على منطقه ثانيه ولا مدينه ثانيه بتشفق عليه، تيجي بتاجره صحيح بشيل عرض البيت تبعك، نعم بس يجي عنده يعرف انه بده يطلع من البيت. انا اعرف قصص زي هيك، انه يجي يخرب البيت ويفكفك سلاك ويعمل حركات ويجي يقدم عليك شكوى، تطلع انت المدان عشان هو ما يدفع تصليح. شوف الخباثه عند بعض الناس للاسف. ليش الناس صارت تفضل تبيع لسويدي، تبيع لاجنبي، تشتري سياره من اجنبي بتلاقيه بعطيك كل الورق وبحكي لك عن الاخطاء، بتاجر اوروبي او سويدي بتلاقيه بيلتزم بالعقد وبيلتزم بالمده. للاسف احنا العربي بتبيعه سياره بشيل بختك، بتأجره بالبيت بخربه وبشكي عليك. هاي قصص سمعتها من أكثر من شخص، وغير طبعا اللي بيشتغل عند عربي كمان. للأسف ذل وتحكم وعمل أسود وفيش حقوق. فليش احنا بنعمل زي هيك؟ احنا معطين صورة سلبية عن أنفسنا في الغرب، صح ولا لا؟ صحيح شو حابب تضيف على الموضوع؟ هذا موضوع مهم جدا، لأنه قاعد للأسف أخوك العربي بيجي يا أخوي والله مش لاقي شغل، مش لاقي بيت، مشان الله سكنني، تيجي بتشفق عليه. والله اعرف صديقي اللي كان فاتح بيته زي مضافه، وقول لي دخان وبصر ايش وبدفعوش اجار، وبالاخير بشكو علي فوق ما انا فاتح لهم بيتي، واللي مقطوع واللي بدي نام بالشارع ولا بدي نام بالجامع، وبالاخير بروحوا بيشتكوا على الشخص نفسه وبطلع بسواده. عشان هيك بطلت في ناس تعمل خير، لانه صارت تخاف، يقول لك انا بدي اجيب واحد اسكنه او اشغله عندي وبالاخير يغدرني. فتكررت هاي القصص واعطت سمعه وانطباع سلبي، وصارت الناس تخاف تساعد، مجرد مساعده صارت تخاف، يقول لك مين انت حتى اساعدك. اخي يعني شغلات هواي صارت، شغلات هواي صارت. يعني اذا تشوف انت فد يوم سمعت نعم وحده سويديه اشتكت نعم على زوجها، نادرا صح ولا لا؟ خلص بحلوا المشكله بينات بعض بالاغلب، يحلوها ما يدخلون الشرطه. بس ما شاء الله احنا اخواننا العرب والاجانب اي نعم. شيء صار خبروا الشرطه، زين لو اي شيء صار يعني طبعا شويه ايوه، نظريه صح لو لا. منكبر المشاكل ومنضخم. للاسف في عندنا عقليه التضخيم، بتلاقي المره بتعبي راسها مره ثانيه او الرجال للاسف، وبنلجا لاشخاص غير مختصين. يعني انت عندك مشكله مع مرتك، بتروح تشكي لواحد مطلق، بقول لك يا اخي فكك من النسوان كلهم. يعني واحد مطلق او واحد خسران، يعني واحد مثلا
ما بيشتغل او شركته خسرانه، بتروح تساله صحيح. اوجد لي حلول لشركتي. طبعا بس حاب افرجيكم هون في مطعم فلافل وحمص لاخونا من فلسطين، هذا الريحه اللي عندي الفلافل. انا المشكله مفطر، ولا كان جيت لطعت لي سندويش او صحن حمص، هذا كثير كثير طعمه وكانك في الدول العربيه. واكثر اكثر اللي بيجوا بيشتروا سويديين، يعني مش عرب، نادرا. هو سعره غالي شوي، يعني صحن الحمص انا بعرف، يعني كنت اجي قبل شهرين ثلاث، صحن الحمص ب 100 كرون. اسمه فلافل بارن، هاي فلافل بارن في منطقة ماريا توريت في ستوكهولم. ما بعرفش اذا صاحبه موجود، هو صاحبه فلسطيني بس هو مش موجود هون. اشوف اذا هو هون ولا هو مش هون. مش هون لا. فهذا المطعم من المطاعم الجيدة جدا، اللي بحبه حمص وفول. يعني في فول؟ لا ما في فول، صحيح حمص وفلافل وفي سندويشات اخرى في منطقة ماريا توريت. رهيب جدا الفلافل والحمص تبعه، رهيب جدا. اللي جربه يكتب لنا جرب فلافل بارن في ماريا توريت خسران. وين مكان ماريا توريت؟ ستوكهولم. فلافل بارن اكتبوا على جوجل بتلاقوه، سلموا لي عليه. واذا اكلتوا فلافل صحتين وعافيه. كيف الفلافل والحمص عندك هناك في المانيا؟ طمني. اوه يقولك متروسة نافع. ما شاء الله، متروسة. تمشي متر تاني يجي عندك فلافل، ما شاء تمشي الله، متر خصوصا تاني برلين كباب عراقي. عندك كمان تمشي بكولون. كوم متروسة عندنا ما كوم. شاء الله. انا بعرف برلين هي اللي بقول لك برلين، الاصحاب اللي لي واخوي الكبير كان عايش فيها، بقول لك زي كأنك ببلد عربي كل شيء فيها. يا اخي يا اخي تعال شوف، يعني فات مثل ما تقول، يعني شو تريد اكلات موجودة عندنا، ما شاء ومطاعمنا مو الله. مثل السويد. مثلا ساعة مطعم سويد تفوت لتشوف 4 5 قاعدين. اه اي نعم مظبوط، نعم كل فل مطعم تفوت لتشوف له 50 60 واحد قاعد، يعني تشتهي تاكل. ما شاء الله. اه صحيح، اكيد بيصير الواحد عنده حافز لما يكون مطعم فاضي فاضي. مرات تقول بيسحب منك الطاقة، تصير تاكل صح اللقمة لما تشوف الناس كلها حتى بالسفينة هاي بشعرها انا. مرات بكون مو جوعان لما اطلع بالفيكينج لاين واشي، صوت بالمطعم والحركة الصحون والكاسات، حتى مرات بتحط صحن بتشوف الناس كلها قايمة تحط كمان، بصير عقلك يقول لك قوم. اي يعني هسه على المطاعم مثلا نفس اليوم يجيبون مثلا مواد يصرفوها، بس احنا بالسويد المواد تبقى اسبوع، يمكن هذا الكباب يسووه يبقى تقريبا 3 ايام 4 ايام. هنا لا، شوف الناس كله هواي مثلا تمشي اها بسرعه فريش، يعني الاكلات تصير حلو حلو. سمك، سمك مقزوف، اي كل شيء كل شيء اكو، يعني شو تريد ما اكو. شاء الله ما شاء الله. بس الجنسية عندهم صعبة، يعني كيف معاملتك انت هسه عشان معك جنسية سويدية؟ كيف شو سويت اوراق هناك حتى انتك دخلت على السيستم؟ والله العظيم انا اول ما طلعت من السويد طلعت مثل ما تقول اعمى، اه ما تعرف زين شيء. يعني راسا شغلت السياره وطلعت السويد انا والمره والطفل. عندنا هم كان عندنا اها شويه مشاكل ويا السوسيال، الحمد لله انت تشتغل هناك وما عندنا شيء، بس نعم. مره ما في دزوا علينا مثل ما تقول، يعني الطفل اه السويد ضرب، هو ضرب ابني والله اوكي. العظيم. زين بالمدرسة يعني ولا بالحارة؟ بالمدرسه ايه. زين نعم. فاحنا رحنا اشتكينا، شفنا الشغله صايره راح تصير براسنا. اوه يمكن سويدي الولد، الولد سويدي ايه. يعني زين بيعرفوا يحكوا لغة ولكنتهم وثقافتهم بمشوا امورهم. يعني احنا تمام. باللغه بارفكت مثل ما تقول، يعني انا صار لي 15 سنه بالسويد، يعني مو قليله. تمام. اه ممتاز. زين فمقابله ثالثه خفت تالي، خفت تالي راسا بالليل نفس الليل طلعت. صار في زين 3 مقابلات. لا والله خطيرة، يعني الموضوع في اصرار. يعني شفت بها يوصاول يدم يدم عفياتو سيسن طبعا اي. ف نفس الليل طلعت والله العظيم، لا اعرف احد بالمانيا ولا خبرت احد. لا إله فاول إلا ما الله. جيت بالمانيا صادفت واحد تركي. زين حلو. واني المسلك يعني الشغل مالتي صباغ مال السيارات شغلك حلو، شغل مجال كويس. نعم اي، فراسا اشتغلت يمهم ما شاء الله. طب وصار لي بالنسبة 3 سنوات. للسيستم، يعني سجلت سكات، سجلت سكن، كل شيء لأنه أنا كل شيء كل شيء، التأمين الصحي كل شيء كل شيء سجلت. وراسا كان يعني اول ما اشتغلت نعم زين، والحمد لله صار لي 3 سنوات بدي اشتغل وياهم لحد هسه. ممتاز. يعني التسجيل على السيستم مو صعب، مو معقد، عقد أجار بيت أو إشي وشغلات زي هيك أو ورقة من بس العقد ايجار البيت، وثاني شيء بدي امشي بجنسيتي، يعني الجنسيه السويديه هنا مطلوبه، أكيد طبعا. مو اسوي لك اقامه او فد شيء، لا
ما بدك راس اقامه، ما حلو. بدك شيء، بس انه لا اعطيك هسه اقامه اجى لك وتدخل على نظام الضريبه. طبعا بدي احكي راس المال. ملاحظه هون يا اخواني الكرام، هدول الناس يعني ليش نحكي هاي كلمه، يعني اللي بتفهموها الهومليس او الاشخاص اللي وضعهم المادي تعبان بيجوا، هاي من زمان من زمان صار لي سنوات بمر من هون بحطوا لهم اكل، وفي مدبوريا بلاتسن كمان نفس القصه، ففي ناس سبحان الله برضه بتعمل خير، فهدول صار لهم بيجوا سنوات بيجوا هون بصفوا، يمكن يكونوا اوكران ما بعرف اذا تغير السيستم، بس كانوا زمان يجوا هون، وهلا ما بعرف اشي اذا اشي تاني، بس كانوا زمان يدخلوا بالدخله هاي. لا بديش افرج الكاميرا، في عند مدبوريا بلاتسين، وفي مرات بالسنترال ومرات بشار هولمن بيعملوا هاي الاشياء، ففي ناس سبحان الله بتفعل خير في هالدنيا. كمل بس حبيت احكي هاي الملاحظه، مهم. يعني الامور مشيت تمام بالمانيا، ما رد حدا استدعاك بما انك انت عايش بدوله اوروبيه ثانيه، وعلى قضيه الاطفال ما اجاك؟ لا 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 ولا مشي شيء الحال. دزوا. بس ذاك اليوم قبل اسبوع اكو هنا هم عندهم ميكروفون دزوا عليه، زين يعني كل بين 3 سنوات مره يدزون يسالون شو تسوي، يعني يسالون بيعرفوا، عليه. بيعرفوا وضعك المادي، بتشتغل من وين تصرف. اي زين. لا عادي شغلة طبيعية. المهم يعني هسه نعم لو حتى لو ما اشتغل نعم المكتب العملي يشملني هنا. ممتاز، ايه يشمل يعني لأنك نفسه دخلت على السيستم، اشتغلت فترة دخلت. وكذا وهيك. ايه يعني هم يريدون بس 6 شهور تشتغل على حسابك، بعدين هم يتولون بامرك. ممتاز. ايه بريطانيا بعرف 3 شهور او 6 شهور حسب، في ناس بحكوا 3 شهور، في ناس بحكوا 6 شهور. بس بريطانيا احسن من المانيا. عندي ناس هناك من اي ناحية؟ من ناحية الشغل، يعني هسه هناك أي واحد يشتغل مثلا أقل نعم 4000 باوند ياخذ، والله عندهم حسب زين يا يعني. اخوي، هاي اشاعات اشاعات. بمجالك ممكن، مجالك إي يعني حسب مجالك انت، الصنع طبعا. مش واحد عامل نظافة ولا واحد يعني بيشغل بيتزا ولا، لانه انت مجالك صنايعي، يعني مهنتك صحيح. كمان قوية حتى بالدول العربية قوية. اي فبريطانيا واحدة احسن شيء، يفتح لنا مطعم هناك. اكو نعم مطاعم سفري مثلا ما يكلف عليك مثلا 10000 صحيح 12000 يورو، زين يكون انت حر نعم ما محتاج احد. تمام 100% صحيح. اي طب ليش ما رحت على بريطانيا قدمت على الإقامة هاي؟ والله العظيم يعني هسه لراحت انا منك. حاليا عندي ناس اعرفهم بريطانيا، يعني يمكن راح تحول لبريطانيا، يعني يا انا الله افكر يوفقك بيها. اي والله والله، عشان افكر بيها الاولاد بصراحه. وعشان الانجليزي. انا بالنسبه لي افضل، يعني انا خلال تجربتي ولو انها تجربه بسيطه ومتواضعه، بريطانيا انا رحت 4 مرات وعشت فيها مرتين، مره 3 شهور ومره شهرين، وعشت في نعم. الشمال وعشت في اكثر من مدينه، يعني رحت بال2001 على مدينه اسمها ميدلزبرو وعملت لها زياره بالفيديوهات فرجتكم اياها يمكن شفتوها، ورحت على نيوكاسل ورحت على ليفربول، عشت بمانشستر 3 شهور، ولا مره شعرت انه في نظره ولو مجرد نظره، والله كنت افتح لايف بين نص الناس، مره واحده بريطانيه بمانشستر في شهر 11 كان عندهم سوق الكريسماس وهيك، وانا فاتح لايف، مره واحده صارت معي في لندن هلا بحكي لك اياها، بس صارت من واحده عربيه مش من واحده بريطانيه، فمره زي هيك فاتح لايف وبحكي وكذا وعن بريطانيا وعن، وناس عالم حوالي امم، يعني الكاميرا بدها تضرب بوجه الواحد من كثر ما احنا قريبين على بعض، واحده وقفت واي واي يو فيلم واي يو ميك فيديو واي، قلت لها اوه اي ام سوري وهيك، وقالت لها اسف، تقول لي لا 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 اونلي اي ام جوكينج وذ يو. ف واحده عربيه في لندن كنت عند هارودز، تعرف هذول الاسواق هارودز صحيح. الفخمه جدا، كنا هي من جماعه الخليج ولا بصرش، كل الخلايجه بتلاقيهم متجمعين هناك عند الفخامه وعند الاناقه وعند وفيها استعراض، يعني في بعض الخلاجه بحبوا، يعني بعض الدول كل واحد جايب لك سياره الفراري واللي مكتوب عليها كويت وقطر ودبي، فكنت عامل لايف هناك مش عارف افاتح بصور فيديو، وجتني واحده من ورا ظهري، ليش صورتني؟ والله انا ما شفتها ولا ذاكر حالي اني شفتها، ليش هلا بدك تحذف الفيديو؟ قلت لها انا ما بعرفك وين الله شفتك، وين يمكن مره انت مر طريق مريت من قدام الموبايل، لا انت صورتني، والله ما انا ذاكرها، ما بعرف من وين طلعت لي، طلعت لي من مره، فاحنا للاسف لو جايها البي بي سي وصورها بتكيف، ففي عندنا للاسف بعض الشغلات
اللي بنركز عليها بدون قيمة يعني كبيرة. هلا وصلنا على المكان الأجمل، الإطلالة هاي. جيت هون أنت إشي؟ أنت كنت عايش وين صاحب السويد؟ أنا بكل الساعة كنت عايش. كارل استاذ عند صديقنا سمير. لعاد كنت أعرف أيوة. سمير، سمير ميكانيكي. سمير التمساح الميكانيكي العالمي. أنا سمير التمساح تعرفه. اوه هذا عندنا بالأردن. أي هو سمير، أردني بالأصل. ايوه سمير التمساح، رحت أحسن عنده. ولد. لا لا خوش ولد. أجيد ما تقول حباب. صنايعي، صنايعي شاطر، اي شغله اعطيه يصلح بيصلح، قول له بصلح. وصل. كان شغال عند اخوي زمان، اخوي عنده محل ميكانيك، مش ميكانيك ميكانيك يعني، كان عنده محل روديتر واكزوست، كل محلين يعني، عندنا 4 محلات في الاردن هو في الزرقاء. سمير اول ما جاء كان يصلح ستلايتات. ايوه هو بس ستلايتات بطلت تمشي وضعها، فكان وبعدين اخوي صار كمان ميكانيكي. بقول لك هو اعطيه اي صلعه بدخل عليها. لا لا حباب، حباب، يفهمك، شاطر هو شاطر. لا شاطر شاطر وخدوم بالمنطقه والناس واشي وهيك، ما شاء الله عليه يعني، نشيط نشيط حرك، بالرغم انه لو بتعرف قصته بس اجى على السويد يا الله فطس ضحك. اول كنت انا لساتني جاي جديد، هو لانه صاحب اخوي وكان شغال مع اخوي محل الساتلايت، كان نعم يرنن علي وانا بكام مال، وهذا الحكي قبل 15 سنه. صحيح. رائد بدي اطلع على السويد، هو بحكيش لا انجليزي ولا شيء يعني، يعني حرفي مش تبع مدارس، تبع قراءه وتبع بصر ايش، ويقعد يسالني بالتفصيل، طب شو اسوي، طب شو اقدم على السفاره، طب شو احكي، طب شو اعمل، فهمت كيف؟ وطلع شو مسوي، ما بعرف اذا حكى لك ولا شيء، رايح هاي حاجز قصة، فندق. هاي قصة طويلة. أنا وهو قعدنا بايش سالفة، بس ما حكى لك يصير اياها؟ بالنايت نحكيها. بقول لك يعني كيف انه الواحد احيانا شو اسمه لما يحجز فندق ولا شيء، رايح في منطقه ما لهاش دخل، قالوا له بالسفاره وين؟ وين حاجز؟ وين رايح؟ بس ربك ستر عشان العفويه مشيت صحيح. معه تمام، العفويه وال مش مبين واحد جد كثير فمشيت سبحان الله، ربك لما بده ييسر الامور بيسرها. لا يا سلام، الحمد لله والشكر. أخذ الإقامة و اخذ جنسيه من زمان سمير. أخذ من زمان، أخذ وفتح من زمان. محل. والله في واحدة كاتبة، أنا مرة لقطتني كثير التلفزيون من بعيد، كنت ماشية ومستعجلة، بعد ما عرضوه على التلفزيون كل رفقاتي شافوني. طب حلو كويس، صرتي مشهورة، طب ممتاز، ما هو التلفزيون بنقبل. تفضل أخي الكريم، في معنا ضيف ثاني. السلام عليكم أستاذ رائد. حبيبي حبيبي، عليكم وعليكم السلام، السلام، أهلا وسهلا حبيبي. شلونكم؟ إن شاء الله بخير. والله هينا مستمتعين في الكلام مع أخونا من العراقي من كولون. إيه والنعم منا، والنعم منا والله. هم زين تسلم خلص لي. من هالمصيبة هاي، خلص منها. والله شكرا، راح نفتح دار الندوة في بلد آخر. هذا عندنا مثل ما أدري عندكم أيضا، يقول أكل مر واشرب مر ولا تعاشر مر. يا وردي، والله صحيح، لا تسقني ماء حياتي بذلتي. اي والله كلام منطقي. انت وين يا عايش فهي. عشان نعطي صورة للجميع؟ طلعت هي معنا بهاي المرة صحيح. هي مشكلة يا أخي، يعني يجيك واحد يحاربك بأعز ما تملك، أعز ما تملك، طبعا اولادك. يعني خلي واحد يعني مثلا ياخذ سيارتك، ياخذ أموالك، كلها تتعوض، والله صحيح، ولكن الظنى ما يتعوض، يعني صعب. كلام 100%. ولذلك هسه اكثر العوائل ما مرتاحين هنا بصراحه، يعني اولادنا كبار ولا صغار، تحس في انه خوف، في انت مو قلق، مرتاح. اي مظبوط. يا اخي، اكو ناس مثلا ما عنده ذاك الجرعه اللي يطلع. مثلا اذا تشوف انت مهدد بهاي الشغله، صح لو لا؟ نعم مهدد صحيح. اطفالك. زين، انا ليش باقي مثلا يسحبون الاطفال من عندي؟ لا والله اروح انا هناك شو اسوي؟ زين، اذا الاولاد من عندك، يعني هاي تسوى حياتك كلها، صح لو لا؟ مظبوط صحيح. كلامك، بس اكو المشكلة ناس انه في يعني ناس خاف. عندهم اقامات يعني لسه هم، يعني انا بالنسبة لي لا والله اولادي اهم من الاقامات ومن كل شيء، بس هم يمكن بانيين على هالحلم شيء كثير ولساتهم في فترة معينة، او ما بعرف، في كل واحد له ظروف معينة، بس انه الاولاد اهم، اولوية. والله انا على مود ابني ابيع الدنيا حتى لو اطلع اعيش ببلدي. والله زين كلامك ولا صحيح، والله ما دام الأولوية هدف. كمل كمل ما أخوي. دام ما دام اكو بديل، يعني اكو بديل، خلاص واحد ليش خدران وقاعد هنا؟ شنو يعني المشكلة واحد ينتقل من مكان لمكان؟
ماكو مش اكو مسهل ناس حاليا، اكو بأوروبا، ناس سهل يعني مو معرضين، صعب. اكو ناس معرضين على هاي الخطورة، وعندهم مثل ما تقول الشغلة السوسيال. زين ليش قاعدين؟ ليش اللي يسحبوه بعدين؟ والله احنا تندمنا، هاي ليش ما طلعنا؟ لا لا والله، اي بالعكس، والله غلطة، اي والله. صحيح والله. انا عشت في المانيا، عشت 6 سنوات تقريبا في المانيا. المانيا اوكي، يعني محترمة اكثر من هالبلدان هذه، ما السويد عندهم ونرويج استحلال اطفال، ما عندهم هنا ابد، ما سمعت يعني ابدا. بلد قوي، بلد راقي، بلد يعني وحاليا وين تعتمد عليه. حضرتك؟ حاليا بأي انا بلد؟ بستوكهولم، تكلمت وياك قبل تقريبا اسبوعين ثلاثه، انا ذاك طاهر المكان، صح، بستوكهولم. لما فتحنا اي موضوع المرأة وضرب الأولاد والقصص، يمكن بالضبط، اي بالضبط، احنا ذكرت. فتحنا كثير مواضيع ومن ضمنها هي هاي صحيح مسألة صحيح الاطفال صحيح، انه كمان اي الطلاق، وحكينا عن موضوع انه مش كل شيء تتحمل المرأة يتحمل الرجل ايضا، اكيد هي العلاقة بالضبط. مشتركة. صحيح، لا ذكرتك والله حبيبي، وقلت لي يعني يومينك هي شو مطلعك بالبرد. انا اشتغل، والله اشتغل بالترانسبورت، سياره مال حمل عندي صغيره، بالترانسبورت اشتغل مع الله شركه يوفقك، الحمد لله. الحمد لله، زين الله يوفقك. واولادك، عندك اولاد؟ الله، والله عندي 4 اولاد، يعني الله يخلي لك الكبير اياهم، 19 سنه والصغير 14 سنه، الله يخلي لك اياهم يا رب. والحمد لله ماشيه بالمدارس وكذا. بس والله والله العظيم اخ رائد، يعني صدقني نعم يعني ما انا ما مرتاح، ما مرتاح، يعني نعم تحس نعم انه يا اخي الدوله ما تريدك. خلينا نعم نكون واقعيين، يعني انا اتكلم واقع، نعم انه نعم انت ناس اعطوك لجوء، اعطوك جنسيه، اساعدوك كذا، ولكن هم بالحقيقه ما رايديك، يعني ما تعرف. اي نعم نعم يبقون خايفين من عندك، يعني ما اعرف ليش ما اعرف. حاب تحكي أخي الكريم، ما أعرف شو اسمك، إيش اسمك اللي في ألمانيا؟ تفضل أخي من كولون، إذا حاب تضيف إشي على كلام أخونا. بقول إنه إحنا عايشين نوعا ما، يعني في قلق، في خوف، مو شعرين في 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 طبعا الاستقرار. اخي، طبعا اكو قلق مثلا هناك، يعني الشغله ما تعرف من، يعني هناك السوسيال عندكم يحكم الدوله هم، زين ولا نعم، لا؟ صح صحيح، يعني والله الناس تقول والله تروح المحكمه، ما المحكمه هذا كله كذب، كلاوات، ماكو محكمه، هم يقررون، اول نعم موظف عندهم محاكم، زين ولا لا؟ وثاني شيء السوسيال من يقرر على فشيء المحكمه ما خلاص، ترفض له طلب. صعب المراجعة. وبعدين بقول لك انه مش كل القضايا كمان، يعني بنعرض عليهم مثلا 200 قضية، يعني مو فاضيين يقرأوا كل القضايا. انا قعدت مع يعني مستحيل، مع الدكتور ابو مصطفى، حكى لي يعني انه في قضايا كبيرة تنعرض عليهم، مو كل قضية بدهم يقعدوا. يعني للأسف ممكن في نقص في العاملين، نقص في بس هاي للأسف في ناس تتضرر من وراها. يعني انا قضيتي ما تتاخذ وقتها وحقها، وقضية مسيرية، قضية اطفالي، يعني شغلة مو سهلة يعني. هنا أخ دا يقول حتى في ألمانيا نفس الشيء، من يا ناحية نفس الشيء، يعني ما بحكوا فهمت انه سحبوا اولاد، يعني سحبوا اولاد بدون سبب. والله يا أخي، ما سمعت عنه بصراحة، الله وكيل. يعني حتى التلفزيون الالماني بيجيب سيرة هاي المواضيع، ولا هاي المواضيع مستثناء، يعني مو في عليها تركيز. اكيد يمكن في، بس يمكن 1% 10%، مو زي عندنا احنا كل الصفحات بتحكي عن هذا الموضوع، كل المواقع، ان كان عربي ولا سويدي انا ولا انا اجنبي. عندي صديق، عندي صديق نعم من جماعتكم فلسطيني، نعم ثلاث حياكم، اولاد اخذوا من عنده. يابا شنو السبب؟ ليش؟ نعم لانه بالمدرسه هذا تعاركوا ويا طلاب زملائهم، يعني صارت مشكله بيناتهم. زين نعم اي قلوا اتهموهم انه عندكم عنف اسري بالاسره. ايوه، زين انه الولد يعني بضرب يعني بالبيت، ممكن في لا، عنف. يعني هم اجوا ناس الظاهر بالمدرسه اعتدوا عليهم، فثلاث اولاد يعني اخوه لا حول ولا قوة. فتكاتفوا ايوه ضربوا وضربوا ذولاك الطلاب، فاخذوهم ثلاثتهم. زين ادري، يعني ما جاي افتهم، يعني اولاد شو له علاقه الاب، شو له علاقه الام؟ هذا انتم تحرقون قلب الام، قلب الاب، صحيح تأذون عائلة، تأخذون 3 أولاد، والله شنو تهاوشوا بالمدرسة، وش العلاقة الأب تأذوه؟ وش العلاقة الأم؟ زين يا أخي، هسه هو هناك مثلا وحدة تروح، مثلا مرة تروح
السوسيال، تقول يابا تراني فلوس ما تكفيني، اخذوا نعم اطفالكم. زين هذا الشيء عليه بهذا. بالضبط بالضبط بالضبط، هاي ما في قصة انا ترابط. سمعتها صحيح. زين يعني سمعت ذاك المرة، ايه لا هاي الشيء عليه بهذا. لا حول ولا قوة الا بالله. ما تعرف والله ما هذه تعرف. هذه اكو وحدة اخذوا امها اخذوا، اوه اجت زيارة هنا خطفوها اخذوا، لا يعني ما لا تعرف لا شنو القصة مثل. سبحان الله زين العظيم، وصلت الام كمان. طب يخطفونا يا والله احنا والله اطفال. تمرضت البنت. يخطفونا. استاذ رائد، نعم تمرضت البنت خطيه، نعم تمرضت واتصلت بيهم انه يساعدوها، قالت لهم انه امي نعم كبيره بالسن ووحدها وانا مريضه، نعم فساعدوني في شهر زمان ساعدوها، اخذوها نعم بعد ما رجعوها لها. لا حول ولا قوة. زين لو يخطفونا احنا ويجوزونا ايه ويشوفوا يعملوا لنا أسرة خمس والله ثانية. يجي يوم، يجي يوم يخطفونا. يعملوا لنا أسرة زين بديلة لا إذا في شيء، لا، إذا في شيء. هي من وصلت، من وصلت. بحكي إذا في شيء مرتب يخطفونا. استاذ رائد، هي من اي نعم نعم هي صحيح. من وصلت انه يعطوك فلوس حتى تغادر البلد، يعني معناته حسوا يا ناس، حسوا معناتها يا طين با يديها من يا رسول. ريتكم. اي يعني بس احنا ما كلام صحيح، كلام اي صحيح. هاي بس يا با بطريقة غير اي مباشرة. هاي مشكلة احنا يا اي زي ما عندنا في الدول العربية بطريقة بيقول له غير خذ الباب مباشرة احنا معك، من ريتكم. زي واحد بيكون طالع من البيت بيقول له اي خذ الباب معك وانقلع بعد، مع احترامي لكم جميعا. يا اخي، بس ما دام هم شو قدموا الفلوس، انا نعم قدموا فلوس يا ابو هل قد نطي مثلا انا اللي يطلع من السويد، معناته محاربه هاتو. معناته مش مرغوب فيكم. اي ما مرغوبين طلعوا. طيب استاذ من رائد، استاذ نعم رائد، انا سمعت في يوم واحد نعم قال انه بابا الفاتيكان نعم مو هذا اللي قبله اعتقد، نعم فقال سنه 2050 ستصبح اوروبا مسلمه، عشان هيك خايفين من الإسلاموفوبيا. فحذر الدول الأوروبية أن نعم ينتشر الإسلام، جاي ينتشر وجاي نعم الكنائس يشتروها المسلمين، يسووها مساجد، نعم يسووها حسينيات، جاي نعم ينتشرون يتكاثرون المسلمين. زين هم زواج ما عندهم، ولادات ما عندهم، نعم فهم صحيح. بصراحة السويد الوحيدة اللي شوية ثخنتها انه انت تريد تطردك، يعني بصوره او باخرى، اما نعم تسوي لك مشكله وتطردك او تعطيك فلوس وتغادر وخلص تروح بالحالتين. اي يا عمي. الله اي كريم، انا بشوف الموضوع من، يعني انا بدي اقيسه على نفسي، كل واحد فينا يعمل اسقاط على نفسه. انا بالنسبه لي لو شعرت ان اسرتي مهدده لازم انا افكر، هيك عقلي بقول لي اسرتك رقم واحد، اي حتى بدي اروح اعيش بالصحراء. انا راضي اعيش، بدي اكل تمر، صحيح بروح اكل تمر واشرب مي بكفي، بس اشوف اولادي او اشوف مرتي حوالي. انا هيك وجهة نظري، يعني المال والشغلات هاي بتيجي مرتبة ثانية، مرتبة ثالثة. انا هيك بحكي لكل اخواني، يعني كل اصدقائي العرب، اذا صحيح شعرت صحيح نعم، فهاي لازم تكون الصورة واضحة امام اي شخص. اذا شعرت انه اسرتك مهددة يا اخي استغني، مش على الجنسية يا اخي، كل ورق هو ورق اصلا، يعني انت عايش، يعني عايش بفضل الله وليس بفضل اي حدا. يعني السويد سبب، صحيح احنا عايشين في هاي البلد سبب، برغم انه جو وبرد وثلج وما في استلطاف لنا، يعني ما في هالاستلطاف. يعني انت عايش، مين عايش بالسويد عنده صديق؟ يا رجال انا بقعد مع كل اصحابي صار لنا 20 سنة، مين اصدقائنا فكرك؟ يا صومالي يا تركي يا عربي، يعني نفس صحيح السويدي ما في. حتى صديقك بالعمل اذا بشوفك برا ممكن يسلم هيك بطرف ايده او يعمل حاله مش شايفك. صحيح ما عندنا حتى اصدقاء. يعني انا عشت في رومانيا الدولة شرقية، كان لسه هدول فقراء، لسه كان عندي 100 صديق، ان كان عائلات ولا كانوا عزومة عرس يعزموني، عزومة طهاق يعزموني، عزومة صحيح عيد ميلاد اللي بنتها اتذكر، يعني احد العائلات مرة فرحانين فرحانين، اقول لهم شو الدول القصة؟ قال الشرقية شوي أحسن، الشعوب اه الشرقية أحسن. قال لازم رائد تحضر بلكي شوفي. قال والله بنتي وصلت 18 سنة وبعدها عذراء، فاحنا عاملين ذكرى العذراء انه بنتنا ما شاء الله، فلازم تيجي واعزم اصدقائك ومصر ايش وهيك، فرحانين بهاي المناسبة العظيمة. ففي كان اختلاط، في بتشعر حالك انك جزء من المجتمع صح ورغم انه فقرهم. هنا بتعرف الدول هاي الغربية نوعا ما
كل واحد على راسه ريشه، بتعرفش يعني، ممكن تلاقي تعاملات كويسه، بس انه يكون يصير صديقك او يصير صاحبك يعني صعبه جدا. ما بعرف اذا في حدا معنا هون عنده اصدقاء سويديين والوضع تمام، بدون بيره، بدون الكحول، بدون ديسكو دانس، بدون ترانسفير. صعب. واحنا مشكلتنا العرب جينا اللي جاي في ظروف معينه. نعم. وظلينا خلاص يعني نايمين بهالبلدان، يعني حتى اذا بلداننا شويه صارت زينه ما نعم. نفكر نرجع يعني، لا اما احنا او النساء. النساء يعني لا تكلمها بعد على بلدها، خلاص يابا مو هذا اولادك، يابا مو خطر على اولاد اولادك، نعم. يابا البلد ما يريدنا. نعم. زين صحيح صحيح. أي. المفروض الواحد خلاص. يكون عامل خطه. والله انا بالنسبه لي، بالنسبه لي توصلت الى نوعا ما قناعه انه احنا العرب كعائلات، كعائلات مش كشباب، خليها كعائلات، خذها مني. اولا الإقامة كعربي في أوروبا كعائلة لسنوات طويلة أنا بشوفها أمر خاطئ جدا، إلا صحيح. إذا كان صحيح. لا لشهادة علمية مهمة، أنت بروفيسور عالمي، أنت شخص مهم جدا، ووجودك في هاي البلد راح ممكن يثري المعلومات في الوطن العربي. أما أن تيجي تعيش 20 و30 سنة هون، أنت في تحدي كبير، صعب تضبط أولادك، صعب تضبط نفسك، صعب تتحكم في مرتك وتتحكم بنفسك، وراح توقع امام التحديات الكبيره، لانه التحديات هاي مش انت لوحدك بتقودها. يعني انا ممكن اكون انسان ذكي جدا وعندي كل مهارات التربيه، بس مرتي عكسي، مرتي من النوع المرن جدا ودلال زائد. يعني لو فرضنا انه احنا صعب انتوا تكونوا نفس الشخصيتين قادرين على احتواء الاطفال في هاي البلد. فالمشكله بعد 10 سنوات بتبلش بتحس، يعني انت بعد ما تمر فترة طويلة في البلد هاي بتبلش تشعر انه انا كعائلة عربية صعب جدا، وخصوصا اللي عايش في مدن صغيرة وبعيد عن الجاليات، انت زي كأنك عايش منعزل منطوي محروم. يعني حتى لو انك استاذ جامعي وعايش لحالك، يعني مش هالحياة اللي انك تستمر. فلازم الواحد فينا اذا خطط يجي لجوء عنده قصة في وطنه العربي جاي يدرس، لازم يعمل خطة بعد 5 سنين، إن طارت 10 سنين، قبل ما يوصلوا أولادي ال10 سنين أكون راجع على بلدي، راجع أي بلد عربي. غير هيك أنت ونصيبك عاد، أولادك بعد ال10 سنين إذا كانوا ربنا هاديهم، وهالهداية من رب العالمين. والله لو تحط كل علمك والولد يطلع بدمع شلة من المدرسة، من هدول اللي بيعلموه الرقص والأغاني والسبوتيفاي والحلوق، والله وقتيها ما بطلع بإيدك إشي. بدك اي هذا الرجال التركي مات في السجن عشان بده يطلع بنته من السويد، وسمعته قصته. المشكله استاذ رائد يعني هي هسه الخطر مو بس على اولادنا، المشكله على اولاد اولادنا ايضا. يعني طبعا. انا عندي واحد من معارفنا ومولود هنا بالسويد، مولود. نعم. وكبر ودرس وعائلته موجوده، ابوه وامه موجودين، اخوته، فصارت له مشكله ويا واحد من اولاده. نعم. عنده 3 اولاد عنده. تمام. فصارت له مشكله، بنته الصغيره قالت بالمدرسه، قالت انا امي تركتني بالبيت وراحت تجيب اخوي. زين. نعم. وعملوها جريمه، شلون تتركون بنتكم بالبيت؟ زين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أوجي وكتابنا وكتابكم، آخر شيء أخذ أولاده وانهزم من السويد، وهو ولادة السويد مولود هنا. يا الله. فأني سبحان. مرات أتكلم ويا أولادي أقول لهم يابا والله إحنا مو خايف بس عليكم، أنا خايف على أولادكم أيضا. يعني أنا كيف أروح باكر أموت وأنا بقبري، يعني أروح مرتاح ما مرتاح؟ أنا تارك لي 4 هنا راح يكبرون يتزوجون. زين شلون هذا يعني ايش راح يعملون بيهم؟ هاي مشكله. يعني كلامك صحيح فعلا. اذا احنا هلا اللي قاعدين ننصح ومش طالع بايدنا ايش كثير، فما بالك ابننا اللي قاعد بسمع النصيحه وبطبق 5% منها؟ بالضبط شو راح يسوي باولاده؟ وحكي المتابعين عن قضيه البنت الكرديه كمان، هاي اللي توفت، اي خطيه اللي كانت في المظاهره في وسط ستوكهولم، وانا شفت ابوها وامها، بس ما يعني ما بعرف يعني ما حكيت معهم، كانوا يعني في المظاهره وقتها. يعني شيء محزن يعني انه ابنك او بنتك والولد هذا اللي انعض
بأوروبرو اللي عضوا كلب عند البيت في العائلة هاي. كثير كثير قصص. هذاك اليوم هذا الكردي اللي انتحر، هذا المغربية اللي انتحرت، في كثير قصص يعني، كثير يعني. لا حول ولا قوة فأنا إلا بالله. نصيحتي وأول مرة أنصح نفسي طبعا، نعم يعني المفروض إحنا نخطط نعم صحيح للخروج وإنقاذ أولادنا قبل فوات الأوان، يعني مظبوط. بصراحة يعني. أي واحد وضعه المادي أو بيخطط قبل مش زي يوقع فيه زي ما تورطنا إحنا، يعني المفروض اي إنه أنت تبلش من أول سنة سنتين ثلاثة اشتري لك أرض ببلدك، بلش شوي شوي، عمر لك بيت، اعمل لك إشي، اعمل لك فكرة مشروع، بحيث بعشر سنين انطارت إذا أنت مضطر تضلك. صدقني كثير اعرف ناس، صدقني عندهم بيوت وعندهم اموال جوا ايديهم، نعم واساله اقول له يابا انت ليش بارد؟ ليش نعم يعني ما تخطط اولادك؟ نعم يعني اليوم اذا سالمين باكر انت ما تامن عليهم. والله ما تأمن، والله في لحظة بتلاقيهم طاروا. اي واللي نعم وقع واللي وقع بالمشكله يتمنى لو ساكن في خيمه في سوريا او في الاردن او في العراق، ولا صحيح اخذه من عند اولاده ووقع بهالمشكله. والله فالقصد كلامك يعني نعم اي اللي ما عايش الواقع هنا يعني نعم يعتبرها هنا اوروبا والسويد جنه، اكو بيهم يقول احتمال اه صحيح. يقولون هذا كله كذب وتلفيق وهذا مو حقيقه بدهمش وكذا. ايانا بس نيجي، بدهمش ايانا نيجي، هيك بقول لك بدكمش ايانا نيجي عندكم، ما دامكم اي قاعدين ليش ما بالضبط ترجعوا؟ كل واحد له بالضبط ظروف. يعني انا لو هسه اي عندي بيتي بالاردن والله لا ارجع، والله انا هسه لو تجيني فرصه، هسه جيبوا لي فرصه هسه لاي دوله عربيه، فرصه كويسه، بديش اقول لكم غني، والله لو اطلع بس اكل واشرب واصلي بالمسجد والله على قليل بكون بالي مرتاح. يا وانا عمي قاعد يا اسعى، عمي بسعى قاعد، مش ما بسعى، قاعد براسل في قطر، في البحرين، في دول الخليج، بحاول، مش اني بحاول ايش، بحاول، لانه زي ما والله انت حكيت اولاد اولادك بتخاف عليهم. والله والله انا سألت عالم دين بصراحة، قال لي المشكلة انت عايش في بيئة فاسدة، نعم يعني مو تقول عايش في بلد اسلامي تسمع الاذان مناسبات. نعم اشي يذكرك يحفزك، حتى لو نسيت بالضبط بتلاقي زين. اشي يذكرك. هناك المعلم يربي، جارك يربيك، خالك عمك اخوك زين بشرفك. هنا انت مسلم ابنك وبنتك مسلمهم للمدارس وللشارع، يعني مظبوط مشكلة صعب زين. صعب، يعني طول النهار. اي كمان بعض الناس بصير يقول لك زي هذا، بعض احد الاخوان او الاخوات، روحوا على السعودية، روحوا على أفغانستان. يعني أخي الكريم مع احترامي إليك، السعودية حاليا فيها ممكن تطورات اي نتمنى. أنا هلا لو يقولوا لي السعودية يعطوني، أنا عشت في الرياض، اي الرياض أنا قبل 20 سنة كنت فيها، السيارات الموجودة بالرياض والشوارع الموجودة بالرياض والمكاتب والعمارات وناطحات السحاب والأشياء الحلوة ممكن مش موجودة في دول عظمى. تمام، صح فإحنا دائما صحيح نتمسخر من أي مسلم روحوا على السعودية، يعني زي كأنه هيك مسخرة بتمسخروا، اي يعني والله لو طالع لنا للروح والله إذا بيطلع لنا للروح لا يعني. انا في رايي انتم اخواننا الفلسطينيين يعني اللي عايش خاصه بالاردن افضل شيء نعم الاردن. يعني انا عندي اصدقاء كثير يعني طلعوا من السويد، عراقيين وغيرهم، راحوا عاشوا بالاردن نعم مرتاحين نعم لا يعني. لانه مش وضعها كأمان وكشغلات هاي، بس انه اي كوضع كوظيفة، او انه واحد يكون معه مبلغ يعمل له مطعم، يعمل له سوبر ماركت ولا هي الاردن. انا والله لو هلا مثلا انه صح، يعني انا اشتغلت في الاردن كمعلم، المشكلة رواتب المعلمين اي منخفضة، اسهل لو اضمن انه بعطوني راتب يكفي لي اجار بيتي ومواصلاتي واكلي، بديش غنى، لا ارجع صح على الاردن واشتغل في مجالي. بس انا عارف انا صحيح كنت اشتغل معلم بال2005، مرشد طلابي كنت اشتغل، شو اخذ راتب 243 دينار. للاسف عندنا المعلم رواتبه منخفضه جدا، عندك تكون يا معلش تاجر، يعني للاسف يعني في طبقه كادحه بالبلد وفي تجار مسيطرين على الاقتصاد البلد ومسيطرين على الوضع، ولا في ناس صحيح. مرتاحه، يعني المجال بيلعب دور مجالك في الحياه، فاذا شغلك كان كويس. نعم احنا مشكلتنا هي كيف مصدر العيشة، يعني هاي مشكلتنا. ايوه يعني صحيح اي مصدر العيشة من يتدبر خلاص دبرت الحياة، اه هي خلص هاي صحيح. اي يعني بلد ما فيها حرب انت بتضل عندك موضوع انه انت بدك تدرس، يعني انا كانت الفكره اني بدي ارجع بلد اوروبي لانه مفكر ادرس اولادي جامعات،
والجامعات صحيح الدول العربية بتعرف مش ببلاش. احنا بالأردن يعني عندي أحد الأخوان باع أرضه، باع مش عارف شقة ولا باع مش عارف ايش عشان يدرس ابنه جامعة. ف قلنا مستقبلا أولادنا بيدرسوا جامعات، بيطلعوا متعلمين، بيطلعوا فهمانين، طلعوا مساطيل، سبحان طلعوا الله نص على نص، طلعوا يا دوب. هم مش فاهمين قيمة العلم اللي أنت متصورها. يعني أنت صحيح متخيل قبل ما تيجي على السويد إنه ابنك يطلع دكتور، يطلع مهندس. هو انجرف مع أيوة. هالولاد ومع هالهمل ومع هالولاد، وما يعني تعرف المجتمع معدي، البيئة المحيطة معدية. صح تلاقيه ماشي لك مثلا مع شلة شباب، تعال نلعب، تعال نلعب كرة قدم. خاطفيتهم هاي كرة القدم خاطف الشباب العربي، خاطف الأولاد اي في العالم. بلاي ستيشن، اي كرة قدم، هاي حياة تقدر تقول الأولاد. البنات أزياء وفيشن، فهمت كيف؟ ميك اب، صح والمغنيين والمغنيات والموضة. يعني بتلاقي لك البنات نص نهارهم على التلفون ونص الثاني هم بيعملوا ميك اب، صح هم على التلفون يا بيحكوا مع صحباتهم يا بتفرجوا على مسلسلات تركية، وهاي اي حياتهم للأسف. هو العالم فالله المستعان. أفراد العالم بصورة عامة تغير مو مثل قبل. يعني احنا الجيل طبعا الأجيال اللي ايه الأجيال اللي قبل عشناها أجيال كانت الدراسة، كانت الأخلاق، كانت نعم صح، يعني القيم في الفاضلة. القيم بالضبط، نعم في كثير أشياء انفقدت راحت يعني مع والله، الأسف. كان أخوك زين كبير بس يطلع عليك بطرف عينه تلاقيك تفط. أخوك مش أبوك، أبوك بالضبط بس كان يدق بالضبط إيده على الباب تشعر إنه أبوك بالضبط وصل. تلاقيك اي لو إنك اي بصر شو عامل بالبيت، تنط ترتب، تنط تنظف، تنط احتراما. هلا يمكن تدخل وتطلع على البيت وكل ولد ماسك موبايله بزاوية من الزوايا، اي أزمة وممكن ابوهم يمد ايده عليهم يسلم، يعملوا حالهم تعبان، تعبانين دائما، تعبانين. الجيل هذا كل ما أزمة تسالهم يا كرم أزمة البيت. أخلاق صارت، أزمة أخلاق. يعني هاي اه والله إيه العالم كل شيء تغير، المرأة غير المرأة. أنا صحيح، شوف شوف بس شوف الطلاق برمجت. ملفات الطلاق الآن في الدول العربية، في هنا أوروبا، يعني بشيل ما تتصورها يعني. شيء زين خيالي، إيه سبحان تمرد، الله. صار تمرد يعني، ما أدري تغيرت نعم، الناس، تغيرت مع الأسف ما يعني. في بعض الاخوات اللي إيه اتطلقوا للاسف بدهم يفرجوا اخواتنا الاخريات انه احنا عايشين حياه احلى من حياتكم، فهم اي مقهورات انه في اي بعض النساء لساتهم متزوجات. بقول لك اي الرقاصه بدها واحد يطبل لها، فبزبطش صح تظلها ترقص بدون طبل، ما بزبط، صح بزبطش ترقص وما حدا يسقف لها. اي فهي اذا واحد اتطلقت صارت تفتح لك قناه وتقول للنسوان اي انتم مش جنس وانتم مش لبصر ايش. واحده بامريكا، واحده ببريطانيا، كل دوله من دول العالم صارت تطلع لك واحده وتعلم البنات الطريق الى الانهيار. وبصدقوا بكيف، والله كلامك صحيح، والاف المتابعين، صح والله بتحكي الصحيح، والله جوزك بصر ايش، انت مش مخديته اي عشان ينام معك، وعشان بصر ايش، وانت مش اي جسد وانت مش روح. وهالمرة اي المره بتلاقيها يمكن مظلومه شوي، وفتحت اي هالقناه ولقت هالبنت هاي بتحكي لها انت مش جسد وانت بصر ايش، وصدقت القصه وقالت له خذ الدبله وطلقني وريحني من حياتي. وهيك بتبلش مرحله الانهيار من بعض للاسف الفتن واصحاب الفتن هدول النساء اللي والرجال كمان، بس الاغلب الموجودين على الساحه اكثرهم نساء. واحدة بأمريكا عايشيت لي، واحدة بصر ايش، حتى يعني في بعض القنوات حكوا عنهم بس ما وصلت ايه الصورة بشكل كبير، مسيطرة ايه ومش مسيطرة وإلى آخره. دمروا أسر كثيرة ودمروا عائلات، وفي منهم راحوا شكوا على أزواجهم في دائرة الهجرة عشان ياخذوا إقامة وعشان ياخذوا جواز ايه وعشان ياخذوا سيارة وعشان بصر ايش. على كل حال هذا وصلنا الجامع، ها على صلاة الظهر. راحتك، على راحتك. صلي تسلم وادعي لنا ان يا شاء رب الله صلاة حبيبي، مقبولة حبيبي القلب، الله يسعدك، شكرا كثير عليك على وجودك عزيزي. معنا. ان شاء الله نتصل مرة ثانية ان شاء الله. والله على راسي حبيبي، نسألكم الدعاء. في أمان الله. الله سلام وياك، عليكم. مع السلامة. مع السلام عليكم. السلامة. سلام عليكم. إن شاء الله في أمان الله.